أوضحت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين التي أطلقها المجلس في إطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا تمكنت في أقل من 50 يوما منذ إطلاقها من خدمة أكثر من 6000 أسرة تعيلها امرأة، سواء عبر تقديم المساعدات العينية والاستشارات النفسية والأسرية والاقتصادية والخدمات القضائية والتعليمية. وأثنت الأنصاري على تعاوني ومساندة مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، مشيدة في الوقت ذاته بالتزام الكوادر المتطوعة التي كان لمساهماتها الأثر الكبير في استمرار عمل الحملة بشكل منتظم وفاعل. وقالت الأنصاري إن عدد المستفيدين من الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية والإرشاد الخدمي عبر خدمة الخط الساخن والمحادثات الفورية والجلسات المرئية قد وصل إلى 4314 مع نهاية أبريل الماضي، وذلك بهدف تخفيف وتحجيم تداعيات الوباء وتقديم الدعم اللازم وتطوير مهارات التكيف والاحتواء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. وأضافت أن 180 من رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات استفدنا حتى الآن من خدمة الاستشارات الاقتصادية. وأوضحت الأنصاري أن 7 باحثين وخبراء في مجال القضايا الأسرية والشرعية قدموا حتى الآن 98 جلسة توفيق أسري مرئية، بعد أن تم الانتهاء من تحويل هذه الجلسات للمنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. وقالت إنه فيما يتعلق بخدمة الدعم التعليمي لأسر الكوادر الطبية والصحية في الصفوف الأمامية فقد استفاد منها حتى الآن 27 طالبا وطالبة. وأشارت الأنصاري إلى أن أكثر من 2000 أسرة استفادت حتى الآن من مساهمات حملة متكاتفين التي تشمل المستلزمات الاستهلاكية والمعقمات الصحية والأدوات الطبية وأدوية الأمراض المزمنة والأجهزة التعليمية الضرورية. وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة دشن تطبيقا إلكترونيا خاصا بالحملة، مؤكدة أن المجلس سيستمر بمتابعة تنفيذ التوجيهات الكريمة لرئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، تنفيذا لأحد أهم اختصاصاته المتمثلة في حل المشكلات التي تواجه المرأة البحرينية في كافة المجالات وتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.